هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. مجنون تيزلافيم، إلى زمن قريب قبل افتتاح الطريق الساحلية، كان مركز باب الرد على الطريق بين شفشاون والحسيمة محطة استراحة للمسافرين. خلال أشهر العطلة الصيفية يعرف المركز اكتظاظاً، ويعسر العثور على طاولة في واحد من المطاعم الشعبية التي اصطفت على جانبي الطريق. في فصل الشتاء حين تتساقط الثلوج ينكفئ المركز على نفسه وتقل الحركة. إلى زمن قريب كان الناس في باب الرد يتعارفون، هم أبناء مداشر وقرى مجاورة، غالباً ما كانت بينهم روابط قرابة ومصاهرة أو عداوات قديمة لم يظفر أصحابها بثأر. الأجيال التي نشأت على استعمال السيارات رباعية الدفع بدل الدواب تعد حكايات العداوات تلك من أساطير الأولين، ولا توليها كبير اهتمام في الظاهر على الأقل. الذين عبروا من باب الرد صيفا لمسوا جو الزحام الذي يعم حول المطاعم حين تتوقف الحافلات الماضية إلى الحسيمة أو الناظور، وحين تتوقف سيارات النقل السري التي تنافسها. حين يلتقي الزحام بحرارة تأتي من الشمس ومن الصخر والإسمنت المسلح الذي اكتسح المكان، لكم أن تتصوروا المشهد. هو المشهد ذاته الذي ظهر فيه وجه جديد يتسول المسافرين دريهمات، ومن المطاعم ما يفضل في صحون الزبناء. لم يكن وجها من متجر قريب، ولا قال أحد إنه يعرفه. أغلب الناس في مركز باب الرد لم ينتبهوا إلى وجوده إلا بعد أن انقضى صيف العام 2000، وجاءت طلائع خريف يبشر بشتاء تكهن الفلاحون ممن يعرفون منازل القمر بأنه سيكون باردا. في البدء لم يسأل عنه أحد، ثم لما بدأت تخف الحركة ولم يعد زحام في باب الرد ولا حول مطاعمها، صار حضوره يستفز الفضول. كان الرجل الذي قدر بعضهم أن يكون في 30 يختفي قبل أن يجن الظلام. لم يكن يكلمه أحد، ولا أحد يكلمه. يذكر عبد الله بران الذي يعمل مساعد جزار أنه سأل الغريب مرة عن اسمه، قال إنه ظل يحملق في وجهه بعينين شاردتين، ثم ألقى بكلمة شماعية. بالنسبة لعبد الله ذي 23 ربيعا، فإن تلك الكلمة لم تكن تعني شيئا، وكذلك صار ينادى على ذلك الشاب ذي البنية الضئيلة الشمعة، وصار مع مرور الوقت يستجيب لمن يناديه بذلك الاسم، ولم يعد ينهره كثيرون ممن كانوا يفعلون من الندل والمستخدمين في المقاهي والمطاعم، بل إن منهم من صار يحتفظ له بما يفضل من طعام. في أواسط شتنبر سقطت الأمطار الأولى على باب برد. الملابس التي يرتديها الشمعة اتسخت، ولن تجدي نفعا في مواجهة برد قارس لم يرى مثله قط. من القلائل الذين يعلمون أين يأوي الشمعة حين يأتي المساء، رجل يناديه الجميع بعم حميدو، يسكن غير بعيد عن الطريق الرئيسية التي تخترق باب برد. لم يكن من ملاك المطاعم، ولكنه كان ميسور الحال، ينفق بلا إفراط أو إسراف. عدا المنزل الذي يسكنه، كان عم حميدو يملك أرضا يحدها منتزه تيزلافين، بها حظيرة خربة كانت تستعمل ذات زمن لإيواء المواشي. مر من هناك قبل بضعة أسابيع، فاكتشف الشمع نائما فيما بقي قائما من تلك الحظيرة، وقد افترشت ابنا أتى به من كومة كانت في الجوار. لم يوقظه. يظن عموم الناس في باب الرد أن الشمعة مجنون أتى من مكان لا يعلمه إلا الله،
ولكن عمي حميدو الرجل الطيب قرر أن يعامل ذلك الشاب معاملة مختلفة. وكذلك اكتشف الشمعة ذات مساء من أواخر شتنبر أن أحدهم جاء بقطع من البلاستيك وأغلق تلك الفتحات التي كانت نوافذ. اكتشف الشمعة أيضاً بطانيات قديمة في ركن من المكان، وفي قفة نسجت من الدوم كمية من التين المجفف. ليلتها أحس الشمعة بدفء افتقده منذ فترة. كان الشاب الغريب يغيب عن الشارع في باب برد حين تكون الأمطار غزيرة، ولعله اعتاد أن يجد في ذلك الركن من البناء الخراب الذي يأوي إليه بعض الطعام من حين إلى آخر. في أوائل نوفمبر نزلت الثلوج الأولى، يعني له ذلك أنه لن يستطيع أن يبرح مكانه. في القفة بقية من شريحة. لم يتصور يومها أن يأتي أحد إلى ذلك البناء الخرب المحاذي لمنتزه تزلافين. كان الليل بارداً، وكانت الكلاب في الجوار تنبح نباحاً يشبه عواء الذئاب. لعله لن ينسى تلك الليلة. في الصباح قبل أن ينهض من مكانه سمع وقع خطى داخل محيط الخربة. لف جسمه الهزيل بالبطانيات وترك فتحة تسع أنفه ليتنفس وعينيه ليرى. وقع الخطى يقترب. يسمع الحشائش المبتلة تنثني تحت رجلي القادم. ثم توقف الخطو. من مكانه يسمع لهاث الذي دخل الخربة. ثم استؤنف الخطو. بدا له أن الذي دخل يعرف مقصده. ثم في الفتحة الكبيرة التي تقوم مقام الباب ومن حيث يأتي ضوء الصباح وقف شبح بلا ملامح، جلابة صوفية بيضاء. ثم جاء صوت: الشمعة، هل أنت هنا؟ لا جواب. غير بعيد انطلق مسترسلا نباح كلب. الشمعة لم يرد، وظل متكوما في بطانياته. أنا أعرف أنك هنا، لا تخف، أنا عم حميدو. لا يشك في أن الشمعة ذاك الذي يقولون عنه مجنون يعرفه، لا يتوقع منه شرا. تقدم الجلباب الأبيض، ولما رآه الشمعة آت إليه استوى جالسا، ولكنه لم يغادر بطانياته. الآن صار يرى ملامح العم حميدو الذي تقدم نحوه ثم جلس على ركبتيه. الجو بارد أليس كذلك؟ حرك رأسه موافقا: هل أكلت شيئا؟ لم يرد، وظل يحدق في وجه العم حميدو: لا تخف، أنا هنا لأساعدك. قل لي يا ولدي، أنا أسمعهم ينادونك الشمعة، فما هو اسمك؟ لزم الصمت. أنفه احمر من البرد وعيناه تلمعان في عمق الفتحة التي تطلان منها. من كيس كتبت عليه بالأزرق ماركة دقيق قمح طري أخرج العم حميدو خبزتي شعير، ثم قنينة بلاستيكية لمشروب غازي ملأها بزيت الزيتون. ثم قال للشاب الذي لم يتحرك: هذا الخبز وهذه الزيت لمواجهة البرد، سآتيك بالمزيد إن رغبت في ذلك. أزاح الشاب الغطاء عن رأسه، ظهر وجهه كاملا، طال شعره وغطت وجهه لحية سوداء كثة. ما اسمك؟ كرر العم حميد قبل أن يضيف: من أين أتيت؟ حسب أن الشاب لن يرد عليه، ولكن المفاجأة حدثت. جاء صوته مبحوحا يقول: أنا عبد القادر، عبد القادر، أنا من الشماعية. ذهل العم حميد وهو يسمعه للمرة الأولى، ثم سأله: أين تقع الشماعية يا بني؟ في صوت العم حميد دفء لا يخفى: الشماعية بعيدة الآن. لم يرغب العم حميد في الإلحاح عليه، يعلم أنه سيعرف منه أكثر في مقبل الأيام. بعد ذلك اللقاء صار العم حميد الوحيد الذي يناديه باسمه عبد القادر، الآخرون ظلوا ينادونه الشمعة. جاءه العم حميد ببعض الحطب وأعطاه جلابة صوفية قديمة استغنى عنها، وفي كل مرة يزوره كان يأتيه بطعام وخبز يكفيه لبضعة أيام. كذلك استطاع الغريب أن يجتاز بسلام شتاء العام 2000. في فبراير من العام 2004
بينما كان الشاب يجول بين مطاعم مركز باب الرد توقفت حافلة للمسافرين، وكان الشاب قد اعتاد أن يتسول المسافرين ما يشتري به بعضا مما يحتاج إليه. كان ينتظرهم وهم نازلون من الحافلة أو يطوف عليهم وهم يجلسون إلى موائدهم في المطاعم. كان الوقت ظهرا ذاك 16 من فبراير حين توقفت تلك الحافلة. أعطاه بعض المسافرين دريهمات وصد عنه كثيرون، ثم فجأة جاءه صوت امرأة: عبد القادر. لم يلتفت، لعله لم يصدق أو هو لا يريد أن يصدق. عبد القادر. في المرة الثانية التفت، لم يرى أحدا، ولكن الصوت جاءه ثالثة يقول: أنا هنا، أنا هنا. رفع نظره من نافذة فتح جزءها الأعلى وظهر له وجه لم يتعرف إليه. اختفى الوجه من النافذة، وفجأة ظهرت بباب الحافلة امرأة بها بدانة. ظل مكانه واقفا: ألم تعرفني؟ ولما لم يجب قالت له: أنا جارتكم ميلودا. ظل ينظر إليها مندهشا. أضافت المرأة: أمك تبحث عنك في كل مكان. لن أعود، قال لها، أنا لا أريد أن أسجن، أنا قتلته حتى تحيا هي في أمان وسلام. ضحكت المرأة، بدا مستغربا. مر بجواره أحدهم فناداه: الشمعة. ولكنه تجاهل النداء. اسمع يا عبد القادر، الرجل لم يمت وقد طلقها وغادر الشماعية. قبل أن تكمل حديثها وقف عندهما العم حميد: هل عثرت على عائلتك يا عبد القادر؟ نظر إليه بعينين بهما دموع وعلى شفتيه ابتسامة تتمنى: نعم عمي حميد. وعد المرأة بالعودة إلى الشماعية وهي تركب الحافلة إلى الناظور. عصر ذلك اليوم جاء عنده العم حميد، جاءه بطعام وبلباس نظيف. يومها علم منه حكايته، علم منه أنه هرب من الشماعية بعد أن ظن أنه قتل زوج أمه الذي كان يذيقها مر الحياة بعد أن استحوذ على ما ورثته عن والده. قال إنه فضل التظاهر بالجنون حتى لا يسأله أحد، ولكنه اعترف للعم حميد بأن طيبوبته كسرت حصن الصمت الذي لاذ به. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى.